وزارة التعليم السعودي تنشر بيان تفصيلي بشان مكافأة طلاب وطالبات الجامعات. نشرت صباح اليوم وزارة التعليم السعودي بيان تفصيلي بشان مكافأة طلاب وطالبات الجامعات، حيث نفى المتحدث باسم وزارة التعليم الجامعي طارق الأحمر وجود تعديل أو إيقاف لمكافأة طلاب وطالبات الجامعات الحكومية. وفي سياق متصل، فقد كشف المتحدث باسم وزارة التعليم الجامعي طارق الأحمر في تغريدة من خلال حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي تويتر إنه لم يطرأ أي تغيير على مكافآت طلاب وطالبات الجامعات الحكومية.